ومن المقرر أن يتقدم وفد الشعب البرلمانية بمشروع قرار للجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الأسيوية بشأن تعزيز التوازن بين الجنسين ولمزيد من التفاصيل حول مشروع القانون معنا عبر الهاتف من موسكو سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى مرحبا بك دكتورة ابتسام في نشرة أخبار الثامنة وهل تحدثين عن مشروع القرار بشكل مفصل؟ في البدايه اود ان اتقدم بخالص الشكر على هذه الاستضافه. حيث شاركت الشعبه البرلمانيه منذ الامس وبكثافه في اجتماعات اللجنه الدائمه المعنيه بالشؤون الاجتماعيه والشؤون الثقافيه للجمعيه البرلمانيه الاسيويه في موسكو. ومن خلال هذه المشاركه نود ان نؤكد على نقل تجربه البحرين الرائده في مجال تمكين المراه وفي مجال تقدمها والذي جاء مع المشروع الاصلاحي لجلاله الملك المعظم وتاسيس المجلس الاعلى للمراه تحت قياده صاحبه السمو الملكي الاميره سبيكه بنت ابراهيم الخليفه قرينه الملك المعظم حفظهم الله ورعاهما. وايضا نريد ان نؤكد على ان تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف. بل هو ضروره ملحه وانطلاقا من هذه الرؤيه التي استقيناها من اهداف المجلس الاعلى للمراه، تقدمت الشعبه البرلمانيه لمملكه البحرين بمشروع قرار الى هذه اللجنه الموقره بشان تعزيز التوازن بين الجنسين. هذا المشروع يهدف الى تطوير السياسات التي تدعم المشاركه المتساويه بين الجنسين في كل مناحي الحياه. مع التركيز على ازاله العوائق الهيكليه وازاله العوائق الاجتماعيه والتي تحول دون وصول المراه الى مواقع القياده وصنع القرار آه كان آه وفد السلطه التشريعيه يسعى الى تضافر الجهود الاسيويه من اجل تعزيز دور المراه في مجتمعاتنا ومن خلال ايضا التعاون المشترك بين البرلمانات الاسيويه فنحن نشدد على ضروره وضع السياسات التي تشجع على المساواه والعداله وتضمن بيئه تتيح للمراه المساهمه الفاعله في بناء مستقبل افضل كما اود ايضا ان اشير الى ان المشاركه في هذا المحفل الهام كان فرصه نوعيه لاحداث التغيير المنشود وعلينا ان ندرك أن تمكين المرأة ليس فقط حق أساسي بل هو فعلا استثمار في مستقبل أكثر إشراقا وأكثر استدامة ونؤكد اليوم على أن مملكة البحرين على التزام تام لمواصلة العمل على تعزيز دور المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين ونأمل أن يحظى مشروع القرار الذي قدمناه كشعبة برلمانية لمملكة البحرين بدعم البرلمانات اعضاء الجمعية وهم فعلا يعني توافقوا مع هذه مع آه مع هذا المشروع وابدو آه يعني استعداد جميل للمناقشه آه في المشروع وتقديمه بطريقه مفصله بشكل يعني اكبر وهذا يمثل خطوه حقيقيه فعلا نحو بناء مجتمعات اسيويه اكثر انصافا واكثر شموليه سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس شكرا جزيلا لك